الليلة كلام في السياسة، نناقش تفاصيل بنود وثيقة ملكية الدولة. نفتح الملف ونتساءل كيف تسهم وثيقة ملكية الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص، وما القطاعات الاقتصادية التي تتخرج منها الدولة لصالح القطاع الخاص؟ كيف تسهم وثيقة ملكية الدولة في زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر؟ وضيوفنا الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشيوخ، عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، محمد سعد عبد الحفيظ، الكاتب الصحفي. كلام في السياسة، الجمهورية الجديدة تتسع للجميع، مع الكاتب الصحفي أحمد الطهري، الليلة الساعة 7 مساء على إكسترا.